السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، طلاب وطالبات التعليم المستمر الصف الثاني، حياكم الله مع درس من دروس مادة لغتي. موضوع الدرس: تطبيقات إثرائية الوحدة الثالثة. ننتقل إلى الأهداف: أن يقرأ الطالب والطالبة كلمات تحتوي ظواهر صوتية، أن يكتب الطالب والطالبة جملا تحوي أسلوب الشرط، أن يحلل الطالب والطالبة الكلمات إلى حروف مع مراعاة المقطع الساكن. هيا طلابي، الوحدة الثالثة التي تتحدث عن، أحسنتم، عن العمل وحب العمل. نقرأ هنا هذه الفقرة لنتمكن من الإجابة. حسنا، انتهينا في هذه الوحدة في درس العمل عبادة، تحدثنا عن بعض المهن وعن أن الإنسان لا يستطيع أن يتقن جميع الصناعات المتفرقة في وقت واحد. هيا هنا نقرأ هذا السؤال ونبحث عن الإجابة: لماذا لا يستطيع إنسان واحد استيعاب جميع الصناعات المتفرقة؟ أحسنت، نعم، لأنه لا يستطيع أن يتقن جميع الصناعات المتفرقة في وقت واحد. من خلال قراءتي للفقرة أصنف الكلمات الواردة في النص السابق حسب المطلوب في الجدول. نتأمل الجدول: كلمات بها مد بالألف، كلمات بها مد بالياء، كلمات بها همزة قطع، همزة وصل، وكلمات بها تاء مفتوحة. هيا انتهينا، ننتقل لاستشارك الإجابة. كلمات بها مد بالألف، مد الألف، أحسنتم، ما قبله مفتوح. نبحث عن مد الألف، أحسنت، نعم، إنسان، نتأمل هنا، إنسان مد الألف. كلمة أخرى بابا، أحسنتم، نعم، مد بالألف. الصناعات، نتأمل المدود هنا مد بالألف، يكاد، أحسنتم، إذن هنا مد بالألف. كلمات بها مد بالياء، مد بالياء ما قبله، أحسنتم، مكسور. هيا، نعم، بارك الله فيك، استيعاب، نتأمل هنا، ما قبل الياء مكسور، جميع، ما قبل الياء مكسور، بارك الله في الجميع. هيا، أحسنتم، يخيط، نتأمل هنا، نجد المد بالياء، يستعين. نكمل، كلمات بها همزة قطع، نعم، إنسان، بارك الله فيكم، أن يأكله. همزة وصل، استيعاب، بارك الله فيكم، المتفرقة، نتأمل همزة الوصل. العدد، تاء مفتوحة. صناعات، نعم، نكمل، أحسنتم، بارك الله في الجميع. ننتقل، أخذنا في درس العمل عبادة، تحدثنا عن مهن الأنبياء. هيا طلابي، نسترجع مهن الأنبياء عليهم السلام وندونها. نوح عليه السلام،
هي نوح. ما مهنة نوح؟ أحسنتم، نعم، كان يعمل نجارا. آدم عليه السلام؟ هي نعم، أحسنتم، حراسا. إدريس عليه السلام؟ خياطا. موسى عليه السلام؟ راعيا. صالح عليه السلام؟ تاجرا. داود عليه السلام؟ حدادا. ننتقل إلى أقرأ وأحلل الكلمات إلى مقاطع صوتية. الجميع الآن يقوم بحل التدريب. أحسن، هيا ننتبه الآن. عند التحليل أبحث عن ماذا؟ أنتبه عند التحليل أن أقرأ الكلمة جيدا، أبحث عن مقطع الساكن أو المدود. أحسنتم، إذا نقرأ الكلمة الأولى المتفرقة، نتأمل الكلمة، هل هناك مقطع ساكن؟ أحسنتم، ال، نقوم بإحاطة المقطع، متى نبدأ بتقسيم الكلمة، الميم، الحرف الذي يليه، الذي يليه، متفرقة، والقاء والتاء المربوطة. إذا كان هناك المقطع الساكن. نتأمل كلمة مستقبلا، نتأمل الكلمة جيدا، نبحث عن، إذا كان هناك مقطع ساكن أقوم بإحاطته قبل التحليل، وإن كان هناك مدود أقوم بإحاطته حتى لا أنسى أثناء التدوين. مستقبلا وأكمل ما تبقى. أحسنت، هيا أتأمل كلمة تخاطبني. إذا كان هناك مد أضع دائرة على المد والحرف الممدود، وإذا كان هناك مقطع ساكن هنا نشاهد أن هناك ماذا يوجد؟ أحسنتم، مد بالألف. هيا، وهناك مقطع ساكن وهناك أيضا مد. إذا نقوم تو خا، مد بالألف، مقطع ساكن، وماذا يوجد هنا؟ أحسنتم، مد بالياء. إذا مد بالألف ومد بالياء ومقطع ساكن ومقطع ساكن. الجميع، إذا عند التحليل لابد أن أقرأ الكلمة جيدا، أركز هل هناك مقاطع ساكنة أقوم بإحاطتها أو الانتباه لها أثناء التحليل، أبحث عن المدود، إذا كان هناك مد أقوم بإحاطة المد والحرف الممدود، مد بالألف والممدود خاء، هنا مد بالياء والممدود الحرف الممدود ني، ممدود بالياء. نتأمل أثناء التحليل، وهذه مهارة لابد من إتقانها. ننتقل، أصنف الكلمات حسب المطلوب. نقرأ الكلمة، نبحث عن الإجابة الصحيحة من بين القوسين وأضع عليها إشارة بدائرة أو خط. الجميع الآن، أحسنتم، انتهينا معا.
كلمة هذا. هذا نتأمل ما بين القوسين، اسم موصول أم اسم إشارة أم حرف عطف. هيا، هذا هيا هذا. أحسنتم، إذن اسم إشارة عندما أريد أن أستخدم الإشارة، إذن هو اسم إشارة للمفرد المذكر، اسم إشارة مفرد مذكر. هذا رجل، هذا كتاب. حسنا، كلمة قال، أخذنا تصنيف الكلمة، هل هو اسم فعل حرف؟ أبحث عن الإجابة. قال، قال. هل هو اسم؟ هل قال تقبل ال؟ لأعرف إن كانت اسم لا تقبل، إذن هي ليست اسم. هل هي حرف؟ ليست حرف، إذن الإجابة أحسنتي فعل. فعل ما به؟ أحسنتي، ما نوعه؟ ماضي، فعل ماضي. كلمة الحاجات، نتأمل مفرد مثنى جمع. الحاجات، هل هي مفرد ما دل على واحد، مثنى ما دل على اثنان أو اثنتين، جمع أكثر من ثلاثة؟ الحاجات، أحسنت، نعم جمع. ما نوع الجمع؟ نتأمل هنا بما انتهى. أحسنتم، ألف تاء، وهو جمع مؤنث سالم، بارك الله فيكم. الآن نريد ضد المتفرقة، نبحث من بين القوسين عن الإجابة. هل يا ترى البعيدة، المجتمعة، القريبة؟ ضد أي عكس الكلمة. أحسنتم، نعم المجتمع. معنى، يشعر، يحس، يسمع، يقول. هيا، أحسنتم، بارك الله فيكم. جمع بابا، بابا، نتأمل ما بين الأقواس واختار الجمع الصحيح. باب، بابا، إذن أتحدث عن مفرد. جمع بابا، هيا، أحسنتم، نعم أبوابا، بوابة مفرد، بابان مثنى، إذن الجمع أبوابا. نتأمل كلمة يخيط، فعل ما نوعه؟ ماض، مضارع، أمر. نتأمل الفعل بما بدأ وما حركة آخره، وهل هو ما زال مستمر لم ينتهي؟ أحسنتم، إذن هو مضارع، بارك الله في الجميع. من خلال قراءتي للدرس الثاني، ما أجمل العمل، تحدثنا في هذا الدرس الجميل عن قصة الفلاح ونصائح الفلاح لخالد. نتأمل هنا السؤال، ماذا تعلم خالد من الكائنات التي شاهدها؟ عندما طلب منه الفلاح أن ينظر إلى العصافير وهي تغدو وتروح مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن الطعام، وكذلك النظر إلى النملات تذهب وتجي وتحمل القوت لكي تخزن لأيام الشتاء، وكذلك النحلة التي تنتقل بين الأزهار وتمتص الرحيق لتصنع العسل.
ماذا تعلم خالد من الكائنات التي شاهدها؟ أحسنت، نعم، العمل بجد ونشاط. من خلال قراءتي لدرس ما أجمل العمل، قصة الفلاح مع خالد، هيا نكمل الجدول، نتأمل هنا هذه الفقرة ونستخرج منها المطلوب. كلمات تبدأ بهمزة قطع، كلمات تبدأ بهمزة وصل أفعال، كلمات تنتهي بهمزة، كلمات بها حرف مضعف. هيا ننتقل ونبحث إذن كلمات تبدأ بهمزة قطع. هيا طلابي، أحسنتم، نعم، أعشاشها نكمل. أيضا أيام تأكله، همزة وصل، العصافير، أحسنتي، الشتاء، نعم، بارك الله فيك، النحلة. نبحث عن فعل، هنا نلاحظ ماض، قال، مضارع، تذهب، أمر، انظر، انظر. إذن هنا قال تذهب، انظر. دائما نحرص على أن نكتب الحركة على آخر الفعل. كلمات تنتهي بهمزة في نهايتها همزة. هيا طلابي، نعم، أحسنتم، تجيء، الشتاء، ببناء. نبحث عن الشدة، أحسنتم، نكمل بني الفلاح، نشاهد هنا الشدة مع الفتح والفلاح شدة مع الفتح، كل شدة مع الضم، بارك الله في الجميع. أختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. نتأمل، الفلاح اسم، هل هو علم، نكرة، معرف بأل. أخذنا النكرة والمعرفة. أتأمل الفلاح بما بدأ، أحسنتي، نعم، معرف بأل. نتأمل هنا، معرف بأل، الفلاح النجار معرف بأل. يا حرف ماذا؟ هيا طلابي، توكيد، نداء، عطف، أحسنتم، نعم، بارك الله فيكم، يا نداء. هنا الحرف المضاعف في هذه الكلمة، أين وقعت الشدة؟ تمتص على أي حرف؟ الميم، الصاد، التاء، نعم، أحسنتم، على الصاد، على الصاد. هنا أكمل بكتابة كلمات كما في المثال الأول. هنا نلاحظ جاء صوف جميع، نلاحظ هنا مد بماذا؟ أحسنتم، مد بالألف، ما قبله مفتوح، إذن ندون كلمات تحوي مد بالألف. جاء، أحسنتم، نعم، نام، نتأمل هنا مد بالألف، نكمل، صام، نكمل، قام، أحسنتم، وأخيرا غاب. الآن مد بماذا؟ نلاحظ هنا واو وما قبله مضموم، أحسنتم، هيا نكمل على غرار المثال. إذن صوف، جوع، حوت، نعم، ثوم، أحسنتم، سوق، جميع الكلمات احتوت مد بالواو ما قبلها مضموم. نكمل هنا
على غرار المثال نتأمل: الياء إذا مد بالياء ما قبله مكسور، جميع إذا سميع، عليم أحسنتم، بصير نعم، حليم. بارك الله في الجميع. هيا نتأمل ونسترجع معا قاعدة أسلوب الشرط. ما هو أسلوب الشرط؟ يتألف من أداة شرط تربط بين جملتين، الأولى شرط للثانية. تسمى الجملة الأولى، تسمى الأولى جملة الشرط، والثانية هي جواب الشرط. نتأمل المثال: من يذاكر ينجح. إذن هنا جملة الشرط، فعل الشرط يذاكر، أن من يذاكر ما الجواب؟ ينجح. نسترجع معا أدوات الشرط. هيا طلابي، أخذنا أداتين، نعم، من وأن، من إن. نربط بين الجملتين بأداة شرط مناسبة. هيا طلابي، حفظ الأغذية المطبوخة في الثلاجة وضمان عدم تلوثها، أحسنتم. إذا نضع الأداة إن حفظ، هنا جملة الشرط، الجواب يضمن. إذا حفظ يضمن عدم تلوثها. الإكثار من إضافة الملح للطعام والشعور بالعطش. نستخدم أداة شرط مناسبة. نفكر، نعم أحسنتم، من يكثر إضافة الملح يشعر، الجواب يشعر بالعطش، أحسنتم. نكمل إذن جملة الشرط وجواب الشرط، وهنا يحفظ جواب الشرط. نكمل: شرب الحليب كل يوم ونمو العظام القوية. نستخدم أداة مناسبة، أحسنتم. إن تشرب الطعام، إن تشرب الحليب، نضع الحركة آخر. تنمو عظامك قوية. إذن استخدمنا أداة الشرط، وهنا جملة الشرط وجواب الشرط. الابتعاد عن الأماكن الموبوءة والسلامة من المرض. نستخدم أداة مناسبة، إن يبتعد عن الأماكن الموبوءة، ماذا يحدث؟ يسلم من المرض. ننتقل مجموعة من الجمل. هنا جدول، طلب مني أن أبحث عن حرف الشرط، جملة الشرط، جواب الشرط. أقرأ الجمل وأقوم بتدوين المطلوب. إن تهمل تنظيف أسنانك ينخرها السوس. إذن أداة الشرط، أحسنتم، إن جملة الشرط، تهمل ينخرها. إذن هنا الجملة الثانية: من يتبع نصح الطبيب يحافظ على صحته. أداة الشرط، من يتبع، جواب يحافظ. الجملة الثالثة هيا: إن أحسنتم تمارس، أين الجواب؟ تنشط، نعم. من أحسنتم، الأداة، يسع في الخير، ماذا يحدث؟ ينال الأجر وينال محبة الجميع. أحول هنا العبارة إلى أسلوب شرط باستخدام الأداة المناسبة. الاستبداد بالرأي يسبب الندم، الشعور بالألم يتطلب تناول الدواء. إذا نستخدم أداة مناسبة، كأن نقول: إن تستبد بالرأي تندم، الشعور بالألم، هيا طلابي، نعم، من يشعر بالألم يتناول الدواء.
من يشعر. حسناً، هنا دي كلمات أختار المناسب لأكمل الجملة. أنت تناول وجباتك بانتظام، ماذا يحدث؟ أختار ما يناسب. ترح معدتك، يشفى بإذن الله، تسلمي من المرض، تتعب عينك، ينال ثواب الله. إذن أحسنتم، أنت تناول وجباتك بانتظام، ترح معدتك، أنت قرأي في النور الضعيف، ماذا يحدث؟ أحسنتم، تتعب عينك، نعم. من يزور مريضا، ماذا يحدث؟ ينال ثواب الله. من يستجب لنصح الطبيب، يشفى بإذن الله. إن تحافظي على صحتك، تسلمي من المرض. هيا، هنا طلب مني في درس ما أجمل العمل مفرد العصافير، إذا مجموعة، هيا طلابي أحسنتم، عصفور، مثنى، نملة، أحسنتم، نملتان، جمع، نحلة، نحلات، و نحلات جمع مؤنث سالم، نحل جمع تكسير، ضد تنتقل، عكس، أحسنتم، تستقر، مؤنث الفلاح، فلاحة. نسترجع سريعا النشيد السابق، تحدثنا عن الفلاح، نستخرج من حرف جر، هيا نبحث، نعم، في معرفة الكثير من المعارف، الفلاح، النجار، تضعيف، هناك العديد من الكلمات، كدي، شدة مع الكسر، فعل مضارع، تدافع، نعم، القمرية، المنشار، اسم، المقاعد. سريعا طلابي نقوم بترتيب الكلمات لأكون جملة. أحسنتم، نعم. إذن من جد وجد، ومن زرع حصد. نستكمل مع جملة أخرى وردت في الدرس. العمل، الإسلام، دين، نعم، أحسنت. إذن الإسلام، دين، العمل، المسلم، عمله، أمين فيه، نرتبها، رائع، بارك الله فيكم، نعم، المسلم، أمين في عمله. ننتقل إلى الواجب، كتابة خريطة مفاهيم عن أسلوب الشرط. إلى هنا انتهى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.